اشتهرت هوليوود بتقديم أفلام الخيال العلمي والفانتازيا، والحقيقة أنها لم تقتصر على تقديم شخصيات أيقونية شهيرة، بل إنها ركزت أيضاً على تقديم أدوات غريبة للأبطال أو الأشرار على حد سواء، والتي حظيت بشهرة واسعة جداً بين الجماهير. اليوم سنقدم لكم أشهر 8 أدوات قدمتها السينما، تابعونا. 1. قفاز الأبدية. جميع عشاق سلسلة أفلام المنتقمون يعرفون جيداً ما هو قفاز الأبدية. إنه قفاز خاص صنعه ثانوس ليجمع به قوى الأحجار الأبدية الست، مما يمنحه قوًا خارقة جبارة قادرة على إبادة نصف الكائنات الموجودة في الكون كله بلمسة واحدة من أصابعه، وهو ما قام بفعله في نهاية الجزء الثالث من سلسلة الحرب اللانهائية. حالياً تتوالى التخمينات بين جمهور السينما وجمهور القصص الهزلية، ولكن هذا ما سيكشفه لنا الجزء الرابع. 2. عصا فولدمورت. تمتلئ سلسلة هاري بوتر بالأدوات الرائعة والغريبة التي امتلكها بطل السلسلة هاري بوتر، منها عباءة الإخفاء والعصاة السحرية الفريدة التي لم يستطع عدوه اللدود فولدمورت مجابهتها، مما دفعه للبحث في كل مكان عن عصا سحرية قادرة على هزيمة عصا بوتر. وبالفعل عثر فولدمورت على عصا الألدر، وهي أقوى عصا سحرية في التاريخ، حيث تمنح مالكها قوة رهيبة قادرة على هزيمة الموت نفسه. 3. خاتم السلطة. هذا الخاتم الذهبي الصغير كان محوراً رئيسياً لواحدة من أشهر سلاسل الأفلام في تاريخ السينما، وهي سيد الخواتم، حيث تدور الأحداث حول مجموعة من خواتم القوة صنعها سيد الظلام سورون ووزعها على ملوك البشر والأقزام، ثم صنع خاتم السلطة، وقد وضع أغلب قوته في ذلك الخاتم، مما أكسبه قوة خاصة جعلته قادراً على التحكم في الخواتم الأخرى، ومن يرتديها بالتبعية يكتسب تلك القوة الهائلة. وللخاتم الكثير من الميزات، مثل جعل مالكه خالداً وذا شباب دائم، بالإضافة إلى قدرات أخرى مثل الاختفاء وغيرها. وتنحصر مهمة الأبطال في إنقاذ الأرض عن طريق تدمير الخاتم المهيب بإلقائه في بركان النشط. 4. مفكرة الموت. الفيلم مقتبس عن رواية مانغا اليابانية التي تم إصدارها عام 2003، وتقوم على فكرة فلسفية، وهي هل سيكون من الخير قتل بعض الأشرار من أجل الصالح العام؟ انتشرت المانغا انتشاراً واسعاً وتم تحويلها إلى أفلام أنمي ومسلسلات داخل اليابان وخارجها، ومؤخراً تم إصدار النسخة الأمريكية من مفكرة الموت، وهو مسلسل تدور أحداثه حول مراهق يعثر على مفكرة عتيقة تدعى مفكرة الموت، وكل ما على الفتى كتابة اسم الشخص الذي يريد قتله داخل المفكرة، وسيموت بأزمة قلبية مفاجئة. فيما بعد يكتشف البطل الغرض الحقيقي وراء المفكرة، وهي زيادة سلطة ملك الموت صاحب الفكرة. 5. الخنجر السحري. ظهر الخنجر السحري لأول مرة في لعبة فيديو تدعى أمير الفرس، اللعبة التي حازت على قبول الكثيرين، ويلعب الخنجر السحري دوراً أساسياً في مساعدة الشخصية الرئيسية، حيث يتمتع الخنجر بالقوة على العودة بالزمن كميزة أساسية، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى، والتي اختفت جميعاً في الفيلم الهوليوودي أمير الفرس رمال الزمن، الذي تم إنتاجه عام 2010، حيث تم الاقتصار على خاصية الرجوع بالزمن، مما يمكن البطل من تغيير المستقبل، وهو ما حقق له النصر في نهاية الفيلم. 6. نجم الموت. نجم الموت محطة فضاء خيالية وسلاح دمار شامل، ظهر في سلسلة الخيال العلمي حرب النجوم لصانعها المخرج جورج لوكاس، وهو بمثابة حصن بحجم كوكب قزم مصمم بقدرات إسقاط طاقة ضخمة، وهو قادر على تدمير كوكب بأكمله عن طريق إصابة واحدة فقط. وعلى الرغم من ضخامته بالنسبة لباقي الأدوات الرائعة الموجودة على قائمتنا، إذ يبلغ قطره حوالي 160 متراً، ومن الداخل مقسم إلى 84 حجرة، ومن ثم يظل واحداً من أكبر الأسلحة التي عرفتها سينما هوليوود، فبإمكانياته الكبيرة نجح في وضع جميع الكواكب في نطاقه تحت خطر التدمير، على الرغم من كونه تدمر أثناء أحداث الفيلم. 7. الخاتم الأخضر. مع أن فيلم الفانوس الأخضر الذي أنتج عام 2011 من بطولة رايان رينولدز لم يحقق نجاحاً كبيراً في نظر النقاد، إلا أن الخاتم الأخضر لا يزال أحد أقوى الأدوات الخارقة التي ابتكرها خيال المؤلفين. وتقوم فكرة الخاتم الأخضر أنه خارق يمنح لصاحبه قوة تحقيق كل ما يدور بخياله إلى واقع،
الخاتم يتم شحنه كل 24 ساعة، ومصدر طاقته هو الفانوس الأخضر، وهو جسم متوهج غريب جاء من نيزك أخضر هبط للأرض منذ آلاف السنين، وذلك بحسب أحداث القصص الهزلية الأصلية. 8. سيف الملك آرثر. يعتبر الملك آرثر أحد أهم الأساطير في الثقافات الإنجليزية، حيث تم تداول قصته أكثر من مرة في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزية. كان آخر تلك الأعمال هو فيلم الملك آرثر الذي تم إنتاجه عام 2017، وتدور قصة الفيلم حول ملك عظيم يغرس نصل سيف قوي داخل صخرة، ولن يستطيع أي شخص أن يحرر السيف إلا إذا كان من صلب الملك. في أحداث الفيلم لا يقتصر السيف على كونه مجرد إثبات لأحقية آرثر بالعرش، وإنما يكون للسيف قوة خارقة تتطلب من آرثر تدريبا خاصا للسيطرة عليه، ومن ضمن تلك القوى هي تحريك الحصى وإبطاء الزمن. هذا كل شيء لليوم، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.